اهلا ومرحبا بكم في الجزء التاسع من مجتمع مايكروسوفت للمعلمين. وصلنا لجزئية البرامج، والنهاردة هنتعرف على ادوات القائد المدرسي. وادوات القائد المدرسي بتنقسم لبرامج ومصادر وتعلم. هنشوف اول حاجة اللي هي البرامج. اتفتحت لي الصفحة الخاصة بالمايكروسوفت سكول بروجرامز، وهنشوف اول برنامج اللي هو ازاي تصبح مدرستك مدرسة من مدارس مايكروسوفت. لو عايز ان مدرستك تصبح مدرسة من مدارس مايكروسوفت، فبتضغط على التسجيل هنا، تسجيل مدرستك، وبيتفتح لك صفحة الترشيح الذاتي اللي شفناها لما اخذنا الجزء السابع وازاي اقدم على المعلم الخبير. الاول بتعمل طبعا تسجيل دخول على الموقع، وان ما كنتش عامل حساب فبتعمل حساب، وبعد كده بتدخل على النيو سيلف نومينيشن او ترشيح ذاتي جديد، بتضغط عليه بيتفتح لك الخيارات ان انت عايز تكون ايه، مايكروسوفت سكول، بتضغط عليها تنشطها، وبعدين بتتفتح لك الاستمارة وبتملى كل الاسئلة اللي فيها. لو انت حابب تتعرف على الجزئية دي بالتفصيل، شوف الجزء السابع وازاي رشحنا نفسنا للمعلم الخبير. طبعا مدارس مايكروسوفت دي عبارة عن شيء مفتوح لأي مدرسة بدأت رحلتها في عملية تحسين التعليم والتعلم، واني بمجرد التحاق المدرسة بتاعتك بالبرنامج هيكون فريقك مؤهل للالتحام مع قادة ومديري مدارس اخرى مشتركة في البرنامج، وده بيتم عن طريق مجتمع اليامر، وهيكون هناك طبعا تبادل للافكار والخبرات بين المدارس. البرنامج الثاني وهو برنامج الشوكيس سكول، وطبعا بنفس الطريقة بنروح نعمل ترشيح برضو ذاتي للمدرسة، بس في المرة دي بنختار اللي هي شوكيس سكول. وبقول لي هنا ان الشوكيس دهية هي عبارة عن المدارس المبدعة، واللي بيتضح ده من تصرفات القائد بتاعها، وان القائد ده هو بيمكن المعلمين والطلاب من الابتكار والتطوير، وان المدارس دي بتستخدم التكنولوجيا وبتستخدم حلول مايكروسوفت لتطوير مهارات القرن ال21، كما انهم بيتواصلوا مع المعلمون الاخرون فعليا، مع المعلمون الاخرون محليا وعالميا، وبيتبادلوا افضل الممارسات من خلال برامج المعلم المبدع والمعلم المبدع الخبير. طبعا وزي ما قلنا، علشان تسجل مدرستك بتضغط على السيلف نومينيشن، بتتفتح لك صفحة السيلف نومينيشن، وبتختار من هنا ستارت هير ابدأ. وزي ما عملنا في خطوات التسجيل هنا، لو ما عندكش ايميل بتكتب الايميل ادرس والباسورد وتأكده، ولو عندك ايميل بتضغط كليك هير، وبتروح كاتب الايميل ادريس بتاعك والباسورد، وبعد كده بتضغط سبميت. بتتفتح لك طبعا الصفحة اللي فيها السيلف نومينيشن، وبتختار ترشيح ذاتي جديد، وبتختار اللي هي شوكيس سكول، وبيتفتح لك بعد كده الاستمارة، بتملى بياناتها وبتعمل سبميت. هنا في الصفحة اللي ممكن اعمل منها السيلف نومينيشن، بلاحظ في شيء هنا مكتوب لي مايكروسوفت فلاج شيب سكولز. المدارس دي او البرنامج ده هو عبارة عن برنامج شراكة مع قادة ليهم تفكير واحد حول العالم، لتطوير وتصميم وتقديم افكار جديدة مذهلة للتعلم. فاذا كنت حضرتك بتبني مدرسة، بس بشرط ان المدرسة دي تكون هيكتمل بنائها او هتشتغل في خلال ال 12 شهر من تاريخ اليوم اللي انت هتسجل فيه، فممكن ترشح نفسك وتملى استمارة الترشيح الذاتي الخاصة بالمايكروسوفت فلاجشيب سكول، ومايكروسوفت هتعمل معاك شراكة. الشيء الثاني هنا اللي خاص بأدوات القائد المدرسي هو المصادر. مديك هنا هو مجموعة من المصادر، بيقولك ان الصفحة دي بتلقي
الضوء على مجموعة من المصادر العملية اللي بتدعم القادة المدرسيين. هنشوف أول مصدر اللي هو الـ ITL، وكلمة ITL معناها Innovative Teaching and Learning، اللي هو التعليم والتعلم المبتكر. ولو عايزين نعرف المزيد عن المصدر ده فبنضغط على Access هنا علشان يوديني للمصدر. المصدر الثاني اللي هو تصميم تعلم القرن 21، وبرضو بنفس الطريقة بأضغط على الجزئية دي عشان أعرف أشياء عن المصدر ده. بالنسبة للـ ITL Research لو ضغطنا عليها بيديني هنا التاريخ اللي تم نشر الريسيرش فيه، وتحته طبعا نبذة عن المصدر ده. هو بيقول هنا ان المصدر ده هو عبارة عن برنامج بحث عالمي متعدد السنوات مصمم لاستثمار العوامل اللي بتشجع على تحويل ممارسات التدريس وتأثير تلك التغيرات على نتائج تعلم الطلاب. طبعا هنا في موضوعات القرن 21 هنشوف مجموعة من المصادر سواء PDF او اكسل، او عندي كمان هلاحظ ملفات وورد. اي مصدر من المصادر دي انا عايزة اشوفه فبضغط على المصدر. يعني انا مثلا هنا عايزة الـ evaluation بتاع الـ workshop دي، فبضغط عليها. بلاحظ هنا ان المصدر بيتم تحميله على جهازي، وبمجرد ما بيتم تحميله بقدر ان انا افتحه واطلع عليه. طبعا هنا اتفتحت لي الجزئية اللي انا حملتها طبعا واقدر اتعامل معها. الجزئية اللي بعد كده اللي هي جزئية learnings، في الجزئية دي بنشوف التطوير المهني للقائد المدرسي، وهنشوف هنا online courses او كورسات online خاصة بتطوير القائد المدرسي. يعني مثلا عندي هنا الكورس الاول اللي هي القيادة وتصميم السياسة، وعندي ادي الكورس لو انا عايزاه بأضغط عليه بيوديني للكورس وبقدر احصل عليه بالطريقة اللي شرحناها قبل كده. عندي كمان هنا Modern Teaching and Learning اللي هو التعليم والتعلم الحديث، وكمان هنا عندي الـ Intelligent Environments البيئات الذكية، واخر شيء عندي المخطط التكنولوجي. كل جزئية من دول لو عايزة اتعرف عليها بأضغط عليها بتجيني طبعا النبذة بتاعتها، وبضغط على الكورس علشان اخده. ودول عبارة عن الاربع كورسات اللي هما خاصين بالقائد المدرسي. عندي هنا في الجزئية دي هي ون نوت موجود فيها الـ ETF School Leader Workbook، ولما بضغط عليها بيتحمل لي الورك بوك على جهازي. اخر شيء في البروجرامز اللي هي البرامج الخاصة بالستودنت تيتشر. الستيب او الستودنت تيتشر ايديوكيشن بروجرام ده بيقول ان هو بيقدم مستوى عالي جدا من المعلمين داخل الفصول، وبيكون خاص بالمعلمين اللي لسه في بداية حياتهم العملية او اللي بيخططوا لانهم يكونوا معلمين. وعلشان تحصل على البادج ده بتاع الستيب فلازم تجتاز او تكمل 40 ساعة من التعليم. طبعا ادي هنا الستودنت تيتشر، طبعا لما ضغطنا عليها اتفتحت لنا الجايدانس للستيب. هنشوف في نبذة عن البرنامج، بعدين كتب لي ان المنهج هنا مقسم لخمس اجزاء. الجزء الاول اللي هو المقدمة، وبلاقي فيها دورتين اللي هي المواطنة الرقمية ومقدمة لتصميم تعلم القرن 21، ولاقي فيها حاجات خاصة باصول التدريس زي الثلاث كورسات دولة.
كمان عندي الـ Introducing Technology for Education، تقديم التكنولوجيا للتعلم، وهلاقي فيها مجموعة الكورسات دي. وعندي الـ Reimagine Learning، وفيها مجموعة الكورسات. والجزء الخامس والأخير اللي هو الإنتاجية المهنية، وهلاقي فيها مجموعة الكورسات دي. وهنا لو أنا عايزة أخذ أي كورس من الكورسات دي بضغط عليه. لو أنا لسه ما أخدتش الكورس وبكون غير مكتمل، ببدأ إن أنا أشوف المحتوى بتاعه، ومن هنا بشوف طبعا عدد المديولات اللي فيه، وبضغط على نيكست، وبمشي مع الكورس لحد النهاية، وبأحل الأسئلة بتاعته، وبعد كده بينزل الباج الخاص بالكورس. طبعا بحصل على الشارة دي بعد ما بكون خلصت 40 ساعة التدريبية. بكده نكون خلصنا جزئية البروجرامز كاملة. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في الجزء العاشر بإذن الله.